بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من فرصة. الحب، الحب أنواع. في حب بالفطرة، وفي حب أنت بتتعود عليه وبتوصل نفسك لمرحلة كبيرة، وهي اللي بنسميها الحب في الله. الحب في الله من أعظم الحاجات اللي ممكن تعملها وتقرب بيها لربنا. لما تحب الناس اللي حواليك وتحب الخير وتحب تقرب من الناس بالحب فعلا، دي أعظم حاجة ممكن تعملها. وفي حب انت ممكن تبرهن بقى عليه بالاعمال، يعني مش بس يبقى كله كلام، تروحش تقول لحد انا بحبك كده وانت ما بتثبتش ده في العلاقه اللي بينكم. وطبعا بقى يعني في حب انت مولود وهو مولود معاك، اللي هو حب الفطره اللي انت اتولدت بيه. بس في ناس بتقدر تبين ده وتظهر ده للناس، ويبقى رساله لكل الناس. احنا جات لنا رساله كده نقراها مع بعض ونشوف بقى الحب اللي فيها. بتقول: أغلى حد في حياتي وأقرب واحد لقلبي، أول حبيب وصديق، أحن أب في الدنيا، وأطيب قلب ممكن حد يتعامل معاه. النهاردة روح قلبي كبر سنة، وكل سنة وهو في وسطنا وحسه في الدنيا مطمن قلوبنا، كل سنة وهو إلى الله أقرب، كل سنة وأنا بحبه أوي أوي. أنا من غيره صفر على الشمال، أنا فعلا ماليش أي قيمة من غير وجوده. ربنا يبارك لنا في عمره ويديم حسه في الدنيا، ربنا يحفظه ويرعاه ويبعد عنه أذى الدنيا. أنا بحبك يا بابا، وممكن مش بعبر لك عن حب كتير، بس أنت أعز حد على قلبي أنت وماما، وأنا بجد فخورة بيك وباللي وصلت له، وبتباهى بيك في كل حتة، بحبك تاني. دي كانت رسالة تسنيم عماد عوض للدكتور عماد عوض في عيد ميلاده، اللي بنقول له كل سنة وانت طيب، وبنرحب بيه النهاردة. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. انا عارف ان هي مفاجاه بالنسبه لك، بس احنا كان لازم ما نعديهاش كده. يعني دي كانت رساله اقتبسناها بقى لان هي كانت بتهني حضرتك، فقلنا مش هينفع نعدي الحب ده كله والدموع الغاليه دي علينا، لان برضو دي حاجات يا دكتور بتبرهن وبتبين قد ايه ان التربيه والحاجه اللي الواحد بيزرعها فعلا بيحصدها في حاجه زي دي. فعلا مشاعر جميله، مشاعر صادقه، وقد ايه الواحد بيبقى فرحان لما بيشوف حاجه زي كده. مرحب بيكم، كل سنه وانت طيب. هو طبعا مفاجاه البدايه، انا بشكرك طبعا، ربنا يكرمك، بسال ربنا عز وجل يبارك في بنتي وكل بنات المسلمين. اللهم امين. هو الفكره ان انت سهل انك تخلف، لكن من الصعب ان انت تربي طبعا، وان انت عشان تربط ولادك بربنا عز وجل وتبقى صاحبهم، مش ابوهم بس طبعا، مصاحب لهم، دي مساله صعبه شويه. فانا بهيب بكل اولياء الامور اللي شايفيننا دلوقتي، ان هم يبقى علاقتهم بابنائهم علاقه صداقه طبعا، وعلاقه اصحاب. لان للاسف انت بتقعد تربي 20 سنه ويجي واحد صاحب في 10 دقائق يغير سلوك ابنك او بنتك طبعا في اتجاه تاني خالص. وفي الأول وفي الآخر: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مسألة الحب ديت ما بتتباعش ولا بتشترى، لكن هي بتتلمس بتتحس. ولازم الحب يبدأ الأول من عند ربنا طبعا. بص، عشان تعرف إن الله إذا أحب عبدا، عشان تعرف إن حب الأرض ناتج عن حب السماء صح. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه. والعبد ما يعرفش، مش حاسس بحاجة، مش عارف، أو مش في دماغه، أو مش متخيل إن ربنا بيكلم سيدنا جبريل وبيذكره في الملأ الأعلى، في حديث في السماء عنه تمام، وعلى لسان ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. فطبعا فسيدنا جبريل يحبه، ثم ينادي جبريل الأمين على الملائكة، ملائكة السماء، فيقول: يا معشر الملائكة، إن الله وأنا نحب فلان ابن فلان ما شاء الله، فأحبه. فتحبه الملائكة، فتنادي الملائكة على ملائكة الأرض وأهل الأرض: يا أهل الأرض، حوار داير في السماء، كل ده عنك، عنك انت وانت. فأسأل ربي جل وعلا أن نكون منهم. اللهم آمين. فمسألة الحب دي عايزة شغل، أنك أنت تسخر نفسك، تصغر شغلك، تسخر شغلك، شغلك عشان بس ما تقولش أن أنت تبقى مستقل وتنشغل بقى، لا لا، حياتك كلها تبقى كده، تشتغل طبيب، تشتغل
نجار، بتشتغل مزارع، بتشتغل اي مهنه كان شغل، حتى لو انت سائق تحتسبها لله. خلاص انا خارج في سبيلك يا رب، اللي هو الاخلاص يا دكتور. ساعتها هتلاقيك اخلصت، بقيت متقن لعملك قوي، هتلاقي حياتك اتغيرت. بقى في بركه، بركه بقى في ايه؟ في المال وفي الصحه وفي الولد. عجبني تعبير اللي حضرتك قلته في البدايه، فكره ان سهل ان انت تخلف بس مش سهل ان انت تربي. لا فكره التربيه برضو بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده موضوع بقى صعب، الفتن بقت كتير ومحوطانه في كل حته، فان انت تطلع نشأ كده يعني فعلا متربي صح ويعرف ازاي القيم والاخلاق ومن اهمها الحب، فكره ان انت تحب اهلك مش حب فطره ان انا عايش معاكوا فبحبكوا، لا ده انا بحبك عشان فعلا في افعال انت بتعملها. كنا زمان واحنا صغيرين بنشوف جلودنا وهم بيربوا، فكان الشارع بيربي والاخوال بتربي والعمام بتربي والغرب بيربوا. يعني انت لو جيت تعمل حاجه غلط تلاقي ألف واحد يقول لك وتبقى خايف من اخو صاحبك وجارك مشكله عارف، فانت مش عارف تعمل المعصيه فين، صح ما تتصجرش. لا فاحنا كنا بنبعد بعيد عن البيت عشان نقدر نعمل حاجه غلط ولا حاجه، كانت نظره الناس لك بتبقى وحشه قوي. صح. ليه بتسقط من نظرهم؟ انما انت دلوقتي كل واحد رجع بقى يقول لك نفسي نفسي. صح. وده غلط. فلما سيدنا النبي سئل عن الدين اكيد هيقول صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وعمره، اركان الدين. اتفاجئنا كلنا ان يقول لك الدين نصيحة. ايه الدين الاسلامي؟ ايه اختصروا كله في كلمة واحدة بس. ما هو انا انت لو نصحتني صح، وانا نصحت وده نصح وده نصح، مفيش حد، هتلاقي نسبة الضرر بقت أقل، المشاكل بقت أقل، كده هتلاقي الناس بدأت ترجع لربنا، تخاف من ربنا. نصايح في الخير عامة ونصايح في كل شيء، في كل شيء. فالدين النصيحة، نصيحة بقى لمين؟ لله ورسوله. لله ومش لمصلحتك. لا طبعا خلاص، انما انت بتنصح لله، لا ربنا شاهد على نصيحتك، فانت بتشهد له. تنصحها بقى لأولادك خلاص، سواء كان جيرانك، سواء كان صحابك، سواء كان ناس ما تعرفهاش. تمام. بيعجبني في بعض المواقف كده، مثلا ابقى واقف على جنب في احد البلاد، يعني مش في بلد معين، الاقي واحد كده جاي يسلم عليا يقوم نصحني لله، انا ما اعرفوش، تعرفوش، وهو ما يعرفنيش على فكره، يعني هو مثلا مش انا في التلفزيون. لا واضح ان هو ما يعرفنيش. تمام. يعني مثلا انا واقف مركز في حاجه معينه، يعني يقول لي انت بتذكرش ربنا ليه؟ سيبني وماشي. عارف انا دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى. مره واحد انا قاعد في العربيه بستنى حد، لقيت واحد ايه على النص الثانيه معاه بكاس كده، وبعدين هو مركز معايا، فانا لفت نظري له، يعني هو جاي بقطع الطريق بالعكاز، وبقى رافع العكاز كده، قلت اوبا هيضربني بالعكاز. فقال لي والله لا تحمد ربنا، زقني كده، والله لا تحمد ربنا، قول الحمد لله. فانا بصراحه ايه الشارع كله ضحك. تمام. قلت له الحمد لله، الحمد لله. فهمني. بص يا جماعه، لما تقعد مع اولادك يا ريت تخلي لهم نص ساعه في اليوم. تعالى يا اولاد عايز اقعد معاكم شويه، احكي لهم قصه، احكي لهم حدوته، شاركهم في اي موضوع، ايه مشاكلكم، اسمعوا بعض. ما انتش كراجل بنك، ما انتش كواحده ست طباخه. للاسف يا دكتور ده بقى حال كتير من الناس دلوقتي، بقت فكره ان انت موجود في حياتهم بس بتقدم لهم احتياجات، انما الوجود المعنوي ده بيفتقده ناس كتير. نطلع فاصل كده ونكمل الحديث مع حضرتك. فاصل اعزائي المشاهدين، ونكمل مع الدكتور عماد عوض، ونشوف بقى ازاي نطبق الحب ده عملي في حياتنا، وازاي نرسخه في حياتنا وفي حياه ابنائنا، علشان في الاخر نجني الحب ده باذن الله. فاصل ونواصل.